سيد رجوب، أعرض عليك بعض الشخصيات وأنت ترد بكلمة أو بجملة واحدة. عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي أعظم من تصدى للإسلام السياسي وأفشله في منطقتنا. محمد بن سلمان. محمد بن سلمان رجل ليبرالي واعد لإنجاز إصلاحات ديمقراطية والعلاقة بحقوق الإنسان لتقديم السعودية كدولة حضارية عصرية. بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يكذب كما يتنفس. إسحاق رابين. إسحاق رابين كان صادقا واضحا وما لهش علاقة بالتكتيك في علاقته في حينه مع الفلسطينيين. محمود عباس. محمود عباس رجل متصالح مع نفسه في إدارة الملف الفلسطيني بمنطق المفاوضات والحوار.